Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Hamad Yusuf. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa ratified and issued Law 11 of 2020 on volunteering and public security following the approval of the Shura and Representatives Council. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa delivered a speech on the occasion of the last 10 days of the holy month of Ramadan. Bismillah الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المواطنون الاعزاء من كل محافظات مملكتنا الغاليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى دائما وابدا ونتضرع اليه بالدعاء في هذه الايام المباركه من هذا الشهر الفضيل ان يتقبل صيامنا وقيامنا ودعائنا ويرفع الوباء والبلاء عن وطننا ويجعله امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين، وأنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم في هذه الليالي المباركة، في لقاء متجدد ومحبب إلى نفوسنا، في إطار التواصل والمحبة التي تجمعنا بكم، جريا على عادة حميدة، وسنه رشيده لنجدد لكم التهاني بشهر رمضان المعظم ونبارك لكم دخول العشر الاواخر من مبتهلين الى المولى تعالى ان يعيده على وطننا العزيز وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات وعلى الامتين العربيه والاسلاميه وهما ترفلان به اثواب العز والرفعة والسلام والاستقرار. أيها الأعزاء الكرام من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لقد اعتدنا في مثل هذا الوقت من كل عام باستقبال أهالي جميع المحافظات في مجالسنا الرمضانية. التي نحرص على تخصيصها لاستقبالهم فرحا وابتهاجا بغدوم موسم الخيرات واحياء لعاداتنا الاصيله بما تجسده من عمق الاخوه والانتماء لاسرتنا البحرينيه التي نعتز بها اشد الاعتزاز واذا اقتضت علينا ظروفنا الراهنه بالتواصل معكم عن بعد إلا أننا نؤكد لكم بأنه مهما بعدت المسافات فأن وصل القلوب وتغارب النفوس مستمر في كافة الأحوال ونتطلع معكم إلى عودة شؤون الحياة إلى أفضل أحوالها وكما عهدناها بعون من الله تعالى وتوفيق ولنلتقي بكم في الغريب العاجل على الخير والمحبه والصحه والسعاده كما ان واجب الوفاء والعرفان يحتم علينا ونحن في هذه الاوقات المباركه ان نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا بما نشهده من انضباط جماعي لدى كافة أفراد الشعب ومكوناته باتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء لتطهير بلادنا منه عاجلا إن شاء الله تعالى ونجد في مثل هذا الموقف المسؤول التزاما كبيرا لمساندة وإنجاح مهام الفريق الوطني منذ انطلاقته الأولى بقيادة ابننا سمو ولي العهد الأمين من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الذي تتميز أعماله بالجدية والمهنية وبنتائجه المبهرة التي تبعث على الكثير من الفخر والارتياح والحرص الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. ولا يسعنا هنا ومن منطلق الواجب إلا أن نشيد بتلك المساعي المخلصة التي سنحرص على أن تحظى بالتكريم المستحق منا وليكون متناسبا مع حجم تضحياتهم ونخص بالذكر المرابطين على الصفوف الاماميه الذين وقفوا ويقفون بكل شجاعه واقتدار وصمود من كوادرنا الطبيه والصحيه والتمريضيه والاداريه والامنيه العسكريه منها والمدنيه ولشعب البحرين الوفي والمقيمين فيه الذين سطروا أروع الأمثلة في الوفاء والإنسانية والعطاء والتضحية والتعاون والتكاتف في هذه الأزمة والجائحة التي تمر بوطننا الغالي فلهم منا كل الشكر والتغدير وبارك الله في جهودهم وسعيهم الدؤوب والمخلص وأننا لندعو لن الله جلت قدرته في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم أن يوفقنا وإياكم، ويسدد على طريق الخير خطانا، ويقوي أواصر المودة والمحبة بيننا، ويجعل قلوبنا مليئة بالخير والتفاؤل والمحبة لكل الناس، متمنين للجميع على أرض هذا الوطن العزيز عيدا سعيدا مكللا بالخير، والبركات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته for their part, the governors of the kingdom congratulated his majesty the king on this occasion of the last 10 days of the holy month of ramadan, wishing him lasting good health and happiness and for bahrain further progress and prosperity. the southern governor, his highness sheikh khalifa bin ali bin khalifa al-khalifa, expressed thanks and gratitude for his majesty's speech, which is a source of pride and appreciation for all the residents of the southern governors. bismillah ar-rahman ar-rahim. في هذه الأيام المباركة وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية الكرام أن أرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبه دخول العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك عاد الله عز وجل على مملكتنا العزيزه مملكه البحرين باليمن والخير والبركات كما يشرفني في هذه المناسبه ان اشيد بمضامين الكلمه الساميه لجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه، اذ يعتبر تواصل جلالته الدائم مع المواطنين اعظم شرف لاهالي المحافظه الجنوبيه الكرام ودلاله صادقه لما تحظى به المحافظه الجنوبيه من مكانه رفيعه لدى جلالته فالاهالي جميعا يدينون بالولاء والاخلاص والوفاء لمقام جلالته الكريم، فكلنا نبذل الغالي والنفيس. من اجل خدمة الوطن والمواطنين وفق التوجيهات السديدة المباركة من لدن جلالته حفظه الله ورعاه. انه شرف كبير ونيابة عن اهالي المحافظة الجنوبية ان نشيد بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الوالد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه والجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه. وتولي سموهما مسؤوليه اداره الازمه الناتجه عن جائحه كورونا من خلال القياده والتوجيه لاتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه لمكافحه الفيروس مثمنين في الوقت ذاته ما تقوم به الجهات الحكوميه من جهود واجراءات بدعم ومتابعه سموهما الكرام ان الكلمات تعجز لوصف جزيل شكرنا وعظيم امتناننا لما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية لجلالته التي هي محل اعتزاز وتقدير لدى جميع أهالي المحافظة الجنوبية الكرام الذين يسطرون أروع الأمثلة في التلاحم والمشاركة والبذل والعطاء لتمضي مملكتنا العزيزة البحرين نحو البزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفي الختام اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم على بلادنا مملكه البحرين الامن والرخاء وان يعود علينا هذه المناسبه اعواما عديده وازمنه مديده وبلادنا البحرين بخير وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده محرر गवर्नर سلمان بن عيسى بن هندي affirmed that the governor and its people support the efforts and directives of his majesty the king reiterating their loyalty and praying to Allah the almighty to protect the kingdom and its people بسم الله الرحمن الرحيم انه لا يشرفني ان ارفع الى مقام سيدي حضره صاحب الجلاله الملك المفدا حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم باسم أهالينا في محافظة المحرق أحر التهنئة بهذا الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالتكم وعلى شعب البحرين الوفي المخلص وعلى الوطن الغالي بالف خير وتقدم ونجاح وعزه وكرامه اننا ومن خلال ما تفضلتم به جلالتكم حفظكم الله من خلال الكلمه الساميه فان اهالي محافظه المحرق يرفعون الى مقام جلالتكم امنياتهم بشرف اللقاء مع جلالتكم حفظكم الله ورعاكم حيث داب الاهالي على التشرف بلقاء جلالتكم في مختلف المناسبات وخاصه خلال هذا الشهر الفضيل ليعبرون عن مكنونهم من الحب والولاء والاخلاص للوطن ولجلالتكم على الدوام ان محافظه المحرق كعادتها منذ القدم وحتى يومنا هذا تقف احتراما وتقديرا ودعما لجهود وتوجيهات القياده الحكيمه مؤكدين على التزام الجميع كبيرا وصغيرا باتباع الاجراءات الاحترازيه في مواجهه هذه الجائحه رافعين خالص الشكر وعظيم الامتنان لجلالتكم ولحكومتكم الرشيده وبقياده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. لجهودهما الحثيثه والملموسه في قياده وتوجيه الجهات الحكوميه والحفاظ على صحه وسلامه المواطن والمقيمين على ارض المملكه وضمان الحياه الكريمه لهم رغم ظروف الجائحه واثارها إنما اتخذته الحكومة الموقرة من إجراءات تدل على الحكمة والتميز التي أبهرت الدول والمنظمات العالمية فكلمات الشكر والتقدير والثناء نرفعها لسموهما من أهالينا في محافظة المحرق ونحن في هذه المحافظه العريقه العاصمه القديمه المدرسه الوطنيه وام المدن وقره عين جلالتكم محافظه المحرق بكافه مدنها وقراها نثمن عاليا لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم هذه الكلمة السامية التي تؤكد على حماية البحرين وأهلها من كافة التحديات والمخاطر ونؤكد لجلالتكم بأن أهل المحرك كافة سيكونون رجال أمن مخلصين كما هم رجال وزارة الداخلية مدركين ثمره جهود وتوجيهات جلالتكم الساميه في التحدي لهذا الوباء وفق منظومه عمل وطنيه محكمه الاجراءات متكامله الاداء مجسده ارقى معاني الوطنيه في البذل والعطاء وفي الختام نكرر الشكر معاهدين جلالتكم مجددين البيعه على السمع والطاعه داعين المولى عز وجل ان يحفظ البحرين ومليكها المفدى وشعبها الوفي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته The Capital Governor Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa stated that the people of the Capital Governorate highly appreciate all the efforts exerted in light of the leadership of His Majesty the King to combat the coronavirus and for the safety and health of the people. He asserted that the people of the governorate are honored to be part of Team Bahrain. بسم الله الرحمن الرحيم انه يشرفني ان اتقدم الى مقام سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأحر التهاني وأزكى التبريكات باسمي ونيابة عن أهالي محافظة العاصمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على جلالتكم وعلى مملكتنا الغالية وأهلها بالخير واليمن والبركات. لقد حالت ظروف الجائحة هذا العام من اللقاء المباشر بين جلالتكم وابناء محافظه العاصمه الذي نسعد به في شهر رمضان من كل عام وننتظره بكل الشوق والمحبه والولاء الا ان جلالتكم اثلجتم صدورنا اليوم جميعا بخطابكم السامي الذي حمل كل معاني التواصل والحب والوفاء حرصا من جلالتكم على الالتقاء بابناء شعبكم الكريم كما جرت عليه عاده جلالتكم وقد اثبتت جهودكم المباركه التي يقدرها شعب البحرين عاليا مدى قربكم من ابناء شعبكم رقم كل الظروف بما بذلتموه وتبذلونه من اجل صحه وسلامه ابناء شعبكم الكريم سيدي حضره صاحب الجلاله ان اهالي محافظه العاصمه لا يعبرون عن حبهم وولائهم لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم كما يعبرون عن خالص شكرهم وتقديرهم لحكومتكم الرشيده بقياده صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء المعقر حفظه الله ورعاه ودعم ومسانده صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لجهودها الكبيره في سبيل الحفاظ على مستوى رفاه ومعيشه المواطن والمقيم رغم ظروف الجائحه، ويقدرون عاليا الجهود النوعيه والمميزه للحكومه المؤقره في مواجهه جائحه كوفيد 19، حيث نالت مملكه البحرين ثقه منظمه الصحه العالميه التي اكدت ان البحرين نموذجا مميزا للحمايه والتدابير الوقائيه الخاصه بفيروس كورونا. وكل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل حنكة وقيادة سمو رئيس الوزراء المؤقر، وسمو ولي العهد الأمين، وإجراءات الحكومة الرشيدة، والتزام الشعب الوفي بالإجراءات الصحية. سيدي صاحب الجلالة، إنه ليشرفنا أن نكون جميعاً ضمن فريق البحرين، ويحق لجميع البحرينيين أن يفخروا بمستوى استعداد حكومتكم المؤقرة. لمواجهه الجائحه بشكل استباقي ومعالجه اثارها الاقتصاديه للحد من تداعياتها ولا سيما الحزمه الماليه التي حافظت على مستوى معيشه الناس وطمأنتهم بعوده الحياه الى افضل احوالها كما عهدناها وكل ذلك بفضل توجيهات جلالتكم الساميه وجهود المخلصين من ابناء البحرين وفي الختام نتضرع الى المولى عز وجل ونحن في العشر الاواخر من شهر الفضيل ان ينعم على جلالتكم بطول العمر وان يديم عليكم موفور الصحه والعافيه وان يحفظكم لمواصله مسيره الخير والنماء والاصلاح لمملكتنا العزيزه سائلين العلي القدير ان يحفظ شعب البحرين الوفي ويزيل هذه الجائحه عن وطننا القالي وعن العالم أجمع لا تعود لقائتنا الجميلة مع ملك الخير والإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته The northern governor Ali Al-Sufra affirmed that His Majesty the King provide the best examples of his leading humanitarian and historic stances to ensure the safety of citizens and residents in the kingdom. بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني وبالأصالة عن نفسي وعن أهالي المحافظة الشمالية. ان ارفع الى مقام سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اطيب التحيات وصادق الولاء والامنيات مبتهلا الى الله العلي القدير ونحن في العشر الاواخر من شهر رمضان شهر التوبه والغفران ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يحفظ بلدنا وسائر بلاد العرب والمسلمين من شر البلاء والوباء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان لطالما عودتمونا جلالتكم بخلقكم العظيم وجريا على عادتكم الحميدة في هذا الشهر الفضيل أن نلتقي بجلالتكم بمعية أبناء شعبكم المخلص في رحاب مجلسكم العامر وكان لنا شرف التواصل مع جلالتكم هذا العام أيضا بالرغم من الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا من خلال فرصة التشرف بمخاطبة جلالتكم عن بعد معبرين عن بالغ الشكر وعظيم العرفان لخطابكم السامي في هذا الظرف الاستثنائي ومحتواه من محبة صادقة ومودة فائقة لشعبكم الكريم. سيدي صاحب الجلالة. لقد سطرتم اروع الامثلة في وقفتكم القيادية الانسانية والتاريخية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على ارض التسامح. والمحبة والسلام. كما ان حرص جلالتكم وتوجيهاتكم السديده التي بفضل الله ولطفه ورحمته حمت البلاد والعباد من تداعيات هذه الجائحه العالميه مثمنين عاليا حكمتكم البالغه في معالجه كل تداعياتها من خلال جمله من القرارات والمراسيم التي صدرت كالعفو عن اعداد كبيره من المحكومين وتوجيه الاجهزه الحكوميه والمؤسسات الماليه لمنح التسهيلات والإعفاءات المالية عن الكهرباء والماء وتأجيل القروض وغيرها الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف وطأة الضرر عن كاهل المواطن في ظل هذه الظروف الحارجة ليس عنا جلتكم في هذا المقام إلا أن نعبر عن بالغ الامتنان والعرفان لحكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والى ابنكم البار صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه التنسيقيه حفظه الله ورعاه لدور سموهما البارز والمميز في قياده وتوجيه الوزارات والجهات الحكوميه واداره واحتواء الازمه بكل حنكه واقتدار وذلك بشهاده العالم اجمع. والشكر موصول الى سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس مجلس امناء المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه الذي صنع من التحدي فرصا لزياده مكاسب التلاحم الوطني عبر تدشين حمله فينا خير لتعزيز جهود المملكه في مكافحه الفيروس والمساهمه في مواجهه التحديات الماليه على الاقتصاد والمجتمع من خلال العمل الانساني والخيري سيدي يسعدنا في الختام ان نبتهل الى الله العلي القدير ان يمتع جلالتكم بموفور الصحه والعافيه ويطيل عمركم ويكشف هذه الغمه عن بلدنا الحبيب انه سميع مجيب معاهدين جلالتكم اننا على العهد باقين ولتوجيهاتكم حافظين وعلى ميثاق القسم سائرين والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم انه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته The Minister of Health Faiqa Al-Saleh stated that an implementation of the directives of His Royal Highness the Crown Prince, the capacity of isolation and treatment centers has been raised to 4257 beds, of which only 3218 beds are occupied, and the capacity of the precautionary quarantine centers has also been raised to 5489 beds, of which only 533 beds are occupied. She affirmed that the ministry is working on according to an integrated plan for the national medical team to combat the coronavirus in order to handle all Developments with high efficiency and flexibility. The minister said that the national efforts undertaken by Team Bahrain, led by His Royal Highness Prince, prioritized the Crown Prince, prioritize the interests of health and safety of citizens and residents in combating the virus, and that the National Task Force to Combat the Coronavirus and all relevant authorities are working around the clock to implement the plans developed to combat the virus. The Minister of Health noted the need for all citizens and residents to acknowledge the importance of precautionary measures taken and their positive impact, and the need to adhere to them to reduce the burden on the teams working on the frontline. She added that the current cases that did not adhere to the precautionary and preventive measures and did not acknowledge the seriousness of the coronavirus infected their coworkers and families, which extended to all their contacts. She called on all to take societal and personal responsibility for each member of the community to support the efforts of the front lines, front lines by adhering to the instructions issued by official authorities. The Secretary General of the Supreme Council for Women, Halal Ansari, stated that the campaign Together for the Safety of Bahrain, launched by the Council in the framework of national efforts to combat the coronavirus, managed in less than 50 days since its launch to serve more than 6,000 families supported by a woman, whether by providing in kind assistance, psychological, family, and economic consultations, judicial and educational services, through the Remote Participant Program, in which the Council assembled all its services under its umbrella to facilitate beneficiaries' access. To it safely and easily. Al Ansari praised the unprecedented cooperation and support from the various governmental, private entities, and relevant civil society institutions of the campaign, and praised the commitment of volunteers who contributed, had a, contributions had a great impact on the campaign's work. She added that the number of beneficiaries of family, psychological, and legal consultation and services counseling through the hotline service, instant messaging, and video sessions has reached 4,314 by the end of last April. The Ministry of Health said the number of COVID 19 cases reached 3,218, with 30 recoveries and 79 registered new cases. The new cases include 63 expatriate workers and 16 contact of active cases. It also announced the death of an 80 year old male national who had been placed in isolation and received extensive 24 hour treatment from a specialized medical team. The Ministry of Health urged everyone to adhere to the rules and affirmed the importance of following instructions, such as washing one's hands with soap on a regular basis, along with avoiding shaking hands and close contact, in addition to covering the nose and the mouth when sneezing, and avoiding public spaces when possible.